ومشاهدينا ننتقل سريعا إلى اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية برئاسة الدكتورة سحر نصر ورائد خوري نظيرها اللبناني، إلى هناك لنستمع. اللجنة المشتركة كان من 7 سنين بالضبط في 2010، فطبعا إحياء هذه اللجنة في هذا التوقيت لمعاني كبيرة جدا على يعني الحرص من قيادة سياسية من الجانبين على إن أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، سواء بنتكلم على البعد الاقتصادي سواء كان تجاري أو استثماري أو المشاريع التنموية. في الآخر الهدف هو إن إحنا حريصين كدولتين على إن تحسين سواء من الدولة شقيقة لبنان أو من مصر، وكان كل التفاوض على بنتكلم على القطاعات الاستثمارية، الصناعة، الزراعة، أو حتى الحاجات اللي تخص الشباب وتمكين الشباب ودعم الشباب في المرحلة القادمة. والنهاردة برضو كان في إضافة على جزئية المرأة، يعني برضو هنتهز الفرصة، كان امبارح كان عيد الأم وعيد المرأة المصرية هنا، نحن بنأكد على دعم المرأة، فدي من ضمن المجالات اللي احنا إن شاء الله هيكون في تعاون أكبر ودعم أكبر في هذه المحاور التنموية. وبرحب بكم تاني، وبرحب بالزميل العزيز سيادة الوزير رائد على كل يعني التواصل اللي حصل في الفترة اللي فاتت، وعايزة انتهز الفرصة واشكر الزملاء لان هما اللي قاموا بالشغل سواء من الوفد اللبناني او فريق العمل المصري اللي هما ممثل من وزارات عدة على يعني الشغل الدؤوب والنتائج اللي طلعوا بيها. واحنا دايما بقول ان دي مش هتكون هي يعني النتاج النهائي لهذه العلاقة، ولكن دي بداية يعني تعاون مشترك، ودايما يكون في تطوير لهذه الاتفاقيات. النقطة اللي عايزة أكدها ان احنا مش النهاردة مش هيكون بننهي التفاوض على هذه الاتفاقيات او المحاور المختلفة، ولكن الأهم إن شاء الله بعد التوقيع بكرة في حضور ورئاسة دولة رئيس الوزارين من الجانب المصري واللبناني، الأهم إن إحنا إزاي كفريق عمل هنعمل سوياً على تفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، وعلى إن يكون في نتائج بالفعل إيجابية في هذا النطاق بإذن الله. يعني هو ده في الآخر الهدف الرئيسي. إحنا دايماً لما بنتكلم مع مثلا الزملاء من الاعلاميين او المواطنين او في البرلمان، بنبقى دايما بنأكد ان دي الاتفاقيات مش فقط اتفاقيه على ورق ولا هي مذكرات تفاهم على ورق، ولكن الاهم والهدف الرئيسي هي تفعيل هذه الاتفاقيات. لما بنتكلم على استثمارات، بنتكلم باكد ان احنا برضو في مصر حريصين جدا، بنتحرك سريعا على كل الاجراءات التشريعيه مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار، وانا عارفة انه برضو لبنان بتقوم باصلاحات كثيرة اقتصادية في هذه الفترة، فاحنا بالتالي هيبقى ان شاء الله في مجالات كمان اكبر في الفترة القادمة ان نجني ثمار هذا الاصلاح. وطبعا برضو هذه اللجنة المشتركة هيكون يعني من اهم المحاور اللي هي المجلس رجال الاعمال المصري اللبناني، لان احنا حريصين جدا على المشاركة مع القطاع الخاص، واحنا عارفين ان مش هيحصل فيه تنمية شاملة مستدامة الا بمشاركة فعالة من القطاع الخاص وطبعا المجتمع المدني. فلذلك برضو دي من ضمن المجالات اللي احنا هنشتغل فيها. بالنسبة للاصلاحات، مصر الحمد لله في الفترة اللي فاتت وان شاء الله يعني في الفترة القادمة هيكون في اصلاحات كتيرة تشريعية، قانون الاستثمار، قانون التراخيص الصناعية، قانون الافلاس، قانون الشركات، قانون التمويل متناهي الصغر، كل هذه قوانين مهمة جدا مش تخص بس المستثمر المصري، ولكن تخص المستثمر العربي وبالتالي المستثمر اللبناني والمستثمر الأجنبي، لأن احنا حريصين من الجانبين برضو ان احنا بنشجع المستثمر المصري ان هو يستثمر في لبنان. وبالطبيعة الحال احنا برضو حريصين بالميزة التنافسية للدولتين ان برضو المستثمر اللبناني يكون بيضخ استثمارات اكبر. يعني لبنان مكانه رقم 13 بالنسبه للدول المستثمره، احنا حريصين نكون كمان بتوقيع هذه الاتفاقيات ان احنا نقدر في الفتره القادمه يبقى في ضخ ودعم اكتر للاقتصاد اللبناني والمصري باذن الله لمصلحه الشعبين. وبرحب بيكم تاني وبشكر الزملاء
كلمة لسيادتك سيادة الوزير.